مساء الخير. عاش عباس جمعة في يوم استشهاده، فجرا ولد وصباحا مات. مع صياح الديك كان صوت مولوده الجديد يتسلل إلى أول أيام الدنيا، وبحلول العصر كانت أصوات النحيب تودع الرائد الشجاع الذي رفض أن يسلم الروح من اليوم الأول، كرفضه التهاون مع المطلوبين وإن كانوا من أحفاد عنتر وقبيلة بني عبس. مأتم مهيب في روضة الشهيدين، وجنازة من الدموع الحارة يتقدمها أبناء المؤسسة العسكرية. أما مؤسسته العائلية فقد كانت تستقبل عباسا جديدا يحمل راية. الجيش الواقف على زناد الحزن كان بقاعا يلاحق عصابات الخطف، فساهم دهمه في ترويع خاطفي المواطن منصور الميس بزحله، وتمكن المخطوف من الفرار. أما مخطوف غزة علي منصور فقد حرر بغموض وسط تضارب الأنباء عن دفع فدية. أوجاع بلدة مكسي الزحلوية نكأت خطفا قديما طال العائلة قبل 29 عاما، لكن عصابات الفدية في لبنان تستطيع أن تتفاهم معها. أما الداخل إلى سوريا في ذاك الزمان فمفقود والخارج مولود. على ملف آخر، خطف وزير الطاقة جبران باسيل مجموعة صحفيين واقتادهم إلى عرض البحر إلى الحدود النفطية مع فلسطين المحتلة، فعاد الوفد والوزير بدوار بحري وعوارض ثراء مالي تمتد 100 عام إلى الأمام. دخلت تايتانيك باسيل عمق المياه المتنازع عليها وغرفت من عميق المحيط 12 ألف مليار متر مكعب وعشرات مليارات الدولارات، هي قيمة الذهب الأسود للأجيال القادمة. لكن على الشاطئ بيوت من الرمال السياسية المتحركة التي قد تدفن هذه الثروة بمزيد من الثرثرة قبل أن تكون إسرائيل قد غنمت الأسود من البحر الأبيض. روحيا، قمة في بكركي باحت في الداخل بمكنونات بابوية، وفي الخارج جاءت مقرراتها أقرب إلى الاقتصادية. وتقول معلومات الجديد إن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الشيخ عبد الأمير قبلان انتقد استثناء البابا لدار الفتوى، ما دفع المطران ليس عودي إلى استذكار مآسيه فقال: يطلع فينا البابا شوي، يعني قلنا مرحبا، فنحن أرثوذكس مسيحيون والكنيسة في الشرق الأوسط هي كنيسة السيد المسيح وكل رعاياه وليس كاثوليك كاثوليك كاثوليك. سوريا، قدم الأخضر الإبراهيمي تقريره إلى بنكيمون ناقلا عن الأسد وجود 5000 مقاتل أجنبي في بلاده. وفي المعطى السياسي فقد فرضت هيئة التنسيق المعارضة وجودها كحيثية تدعمها روسيا والصين وإيران، ومبادرة مرسي في وجه المجلس الوطني المعارض في الخارج الذي لا يتحدث إلا اللغة العسكرية، علما أن مطلب الطرفين واحد هو تغيير النظام. الميس حرر نفسه بنفسه. علي أحمد منصور تحرر بلا فدية مالية ورفض الخوض في التفاصيل، وما بينهما قصة مخطوف منذ عام 84. تقرير دلا البزي. هكذا كان اللقاء، وما أبلغ من الكلمات إلا صورة غصة في عينيه وفي جسد منهك. بعدما وجد نفسه وحيدا في مغارة مشى 3 ساعات في الجبال والجرود حتى وصل. هو محمد باسل الميس الذي اختطف قبل 3 أيام وهو عائد إلى منزله في بلدته مكسي. محمد الذي قضى أصعب أيامه في الخطف عاد إلى منزله، وبعدما التقط أنفاسه روى قصة العودة. كيف هربت؟ كيف خبرني القصة؟ يعني إنسان يأسان، يعني علي وعداء، يا رب يا بيقتلوني يا بهرب وحدي من اثنين. والحمد لله كانت ميسرة. يعني أنت كنت قاعد وفكيت عن عيونك ايه ما لقيت حدا؟ ايه صرت أعطيهم صوتي لحتى يردوا، ما كانوا يردوا علي. ايه قلهم بالعادي يرد، قلهم بالعادي يطول ليرد. لما حسيت أنه أكيد ما في حدا ساعتها أوكي. فكيت عن عيونك. الحمد لله. رواية الميس قابلتها رواية لقيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان صادر عنها وفيه
أنه على أثر تعرض محمد باسل الميس لعملية خطف على يد مجهولين في 22 من أيلول الحالي في محلة مكسي البقاع، باشرت مديرية الاستخبارات سلسلة تحريات تمكنت بنتيجتها من تحديد هوية المشاركين في عملية الخطف، ما دفعهم إلى تركه وحيدا في إحدى المغاور التي كان محتجزا فيها في منطقة ظهر البيدر وفرارهم إلى جهة مجهولة. إثر ذلك لجأ الميس إلى أقرب مركز عسكري، وقد بوشرت التحقيقات لتحديد مكان وجود المتورطين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص. فرحة هذا المنزل بعد اللقاء لم تكتمل، فلهذه العائلة سابقة مع الخطف، قصة تعود إلى 29 عاما، هي قصة عبد الهادي المعلم. قصة إنجاد مع هذا الجبل قصة بعيدة بعد السنين التي لم ترى فيها والدها، وقريبة قرب أمل تراه من خلف ذلك الجبل. صهرها العائد من الخطف لم يشفي غليل القهر في داخلها، فوالدها ما زال في الخطف منذ عام 84. وفي غصة بعد كبير كتير، لأنه قلنا 29 سنة ناطرين بيي كمان انفقد. فقد هو ابن الدولة، كل شيء نحن نتمنى أنه الله هيك حنن قلبه لبشار الأسد ويطلع هالمساجين اللي عنده. شو بعد بده فيهم؟ ختيره. في عندي جرحة بقلبي أنه طلع جوزي، بس عندي حرقة كمان والدي بعده بالسجون السورية. بطلب من كل الوزراء النواب يساعدونا ليطلع كل المفقودين. حياة مرة يعني ما بيعرف حاله، الواحد بيظهر ما بيعرف حاله حيرجع عبيد. المشهد اختلف في منزل المخطوف علي أحمد منصور في بلدة لوس البقاعية الذي أطلق ليلة الأحد. هناك رفض الحديث عن قصة الخطف. الأصدقاء والأجهزة الأمنية، كل جهة لعب الدورة. من دفع في الإيحاء؟ لا ينحكى عن 16 مليون كمان أو 15 مليون. لا، اثنان في واحد أو الأصح محرران في يوم واحد. الطريقة اختلفت، إلا أن العودة كانت أملا للعائلتين ببلد خال من الخوف. دلال بزي، قناة الجديد. قيادة الجيش نعت الشهيد المقدم عباس جمعة وشيعته في مجمع الإمام الصدر في روضة الشهيدين على أن تقبل تعازي الثلاثاء والأربعاء في قاعة المجمع المذكور. فقدت المؤسسة العسكرية أحد ضباطها الرائد عباس جمعة خلال عملية دهم نفذها الجيش السبت الماضي في منطقة الغبير في الضاحية الجنوبية، في أثناء مطاردته حسن كركي الملقب بعنتر. فوسط جو من اللوعة والأسى رفع جثمان الشهيد جمعة على راحات الأصدقاء والأهل ورفقاء السلاح الذين طافوا بنعشه الملفوف بالعلم اللبناني في أرجاء مقبرة روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية التي غصت بالشخصيات العسكرية والسياسية، على رأسهم وفد كبير من حزب الله وحركة أمل. وبعد الصلاة على جثمانه وإلقاء والده نظرة الوداع عليه، وري في الثرى ليرقد بسلام إلى جانب من سبقوه، فيما تقبلت عائلته الصغيرة والعسكرية التعازي. وكانت مجموعة من الشرطة العسكرية قد واكبت جثمان الشهيد لدى خروجه من المستشفى العسكري في بادارو، وأدت وحدة من فرع مكافحة الإرهاب والتجسس في مديرية الاستخبارات مراسم التكريم اللازمة له أمام المستشفى المذكور، وقلد أوسمة الحرب والجرح والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، فيما ألقى ممثل العماد قائد الجيش العميد الركن حسن ياسين كلمة أشاد فيها بمناقبية جمعة وتفانيه في أداء واجبه العسكري، معتبرا أن قدر أبناء المؤسسة العسكرية أن يحملوا دماءهم على الأكف ليروا بها تراب الوطن. وكانت قيادة الجيش مديرية التوجيه قد نعت المقدم عباس جمعة الذي استشهد متأثرا بإصابة بالغة في الرأس تعرض لها في أثناء قيامه بمهمة أمنية في محلة الغبيري. والشهيد المذكور من مواليد بلدة زبدين في قضاء النبطي عام 70، متأهل وله ولدان، تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط عام 93، ورقي إلى رتبة ملازم عام 95، وتدرج في الترقية إلى رتبة رائد، ثم رقي إلى رتبة مقدم إثر استشهاده. ابن المؤسسة العسكرية تابع دورات دراسية داخل لبنان وخارجه، وحاز أوسمة عدة، وتنويها العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
من هو حسن كركي الذي أرد المقدم عباس جمعة، ولماذا يلقبونه في الغبيري بعنتر؟ لعنتر كركي في هذا الحي المتواضع من منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية مريدون كثر يحزنون لفراقهم عنه بعد دخوله السجن في قضية إطلاق النار على عناصر من الجيش اللبناني وقتله المقدم عباس جمعة. فهو عنتر الحي بكل ما للكلمة من معنى. منذ طفولته يروي المقربون إليه كان من قبضيات المنطقة، ولهذا السبب نال اللقب الذي لا يمكن أن يقترن إلا بمن يستأهله. هذا الرجل صهر عنتر ورفيقه منذ طفولته يتذكر. عنتر تنظم أول شيء مع الفلسطينية. عنتر أول من كان مع الجبهة الشعبية، وأول من تأسست حركة أمل كان هو بحركة أمل. هلأ من بعد هيدا كله فتح عليه مرة باب، هيدي قصة قديمة، قصة التزوير. أول من بلش بهالقصص تعرف هيدا بده إخراج إيد، هيدا هيك، هيدا هيك. كان عنتر وسيط لواحد معروف عنه بالقصة التزوير وما التزوير. هلأ ما بعرف وين أراضين بيت شبه، هو سمي بفترة ملك التزوير. ملك التزوير، ملكة التزوير من تلك يا خي إيديه أنامله سحرية. يعني مثلا هلأ أنت إذا بتشوف كفه اسمالله كفه هيك، بس كيف كان يشتغل كيف كان يعمل ما بعرف. هنا قرب محل عنتر حيث وقع الحادث يتحدث شبان الحي عنه كأنه واحد منهم، يبدون متماهين مع شخصيته التي تبدو كأنها تأسرهم، لكنها شخصية تجمع التناقضات وتوقع متناولها في حيرة مزدوجة. كيف لمزور ومطلوب من الدولة وعنتر زمانه أن يكون بهذه الطيبة؟ حامل منطق، ما في كان زلم يفوت على المنطقة إلا ما هو بيوقف بوجه. هلا بتحس إنه المنطقة بطلت محمية؟ يعني لا، في زلم بعد يعني، بس بلاقي ما بتسوى شيء. عنتر الصغير بحبه أكثر من الكبير، يعني بس صارت معه القصة الناس حس حقيقة بكيت. عنتر له فترة بيلاحقوه بيقوصوا عليه ناس، بتهر سيارة بتقوص عليه وبتفال. يعني له فترة من صار الشهر شغلة شي شهر ونص، ثلاث أربع مرات حاول لهون يقوصوا عليه ويهربوا. ف يعني أنا اللي شفته كان التوقيت كان الفوت عليه غلط. في حياة عنتر أخطاء كثيرة من الماضي دفع ثمنها بأن سجن سنوات ثم خرج من السجن وتاب كما يقول أقرباؤه. اليوم وقع عنتر في الخطيئة وليس في الخطأ. لم يزور، لم يضرب تحريا، لم يشتبك مع قبضيات من عائلة أخرى. هذه المرة قتل عنتر ضابطا في الجيش اللبناني، وتلك خطيئة يصعب غفرانها. رامي الأمين، قناة الجديد. لبنان بدأ التنقيب عن النفط. وزير الطاقة والمياه يصطحب الصحفيين جنوبا إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي. والنتيجة، النفط في نقطة جنوبية يكفي 100 عام ويساوي 12 ألف مليار متر مكعب. رحلة البحث عن الذهب الأسود في هذا التقرير للزميلة نانسي السبع. إلى بحر النفط انطلقنا. قبطان الطاقة والمياه قرر شق عباب المياه جنوبا، والوجهة ما بعد بعد المنطقة الإقليمية. هنا المياه الدولية التي تعرف بالمياه الاقتصادية الخالصة. العدو الإسرائيلي يصر على اعتبارها منطقة متنازعا عليها، فيما لبنان يؤكد سيادته على هذه الحدود البحرية. يعني هلأ نحن بلغينا النتائج الأولية طلعت معهم، لو رسميا ما بيعطونا إياها، ولو بعدين بيعملوا لها تحليل وبيرجعوا بيعطونا إياها لاحقا بعد التحليل، بس دغري قد ما عندهم قدرة هلأ تحليل قوية عم بيعطونا النتائج وعم بيطلع معهم. النتائج الأولية إنه في نفط وقال ما جينا يعني. صح. وبعد ساعات ثلاث في عرض البحر الهادئ بعكس التهديدات الإسرائيلية المتكررة، ظهرت باخرة بولر ديوك إكسبلورر لتؤكد الشك باليقين. التنقيب عن النفط بدأ. لبنان دخل فعلياً بعملية التنقيب. في عندنا أول شيء هيئة النفط. ثاني شيء ما
ما تبقى عدد قليل من المراسيم مصدارة لأنها منتهية كمان. وثالث شيء إطلاق المناقصة العالمية اللي مسميها دورة التراخيص. هل من موعد تقريبي لبدء الاستخراج؟ نحن جاهزين بشكل كامل لنبلش بعمليات التراخيص. هلأ الاستخراج الفعلي ما حدا في يحط له وقت، اللي عم نعمله اليوم هو بيوفر وقت أول مرحلة. رحلة البحث عن نتائج المسوحات أخذت الوزير جبران باسيل إلى قلب الباخرة التابعة لشركة سبيكتروم، حيث تأكد بالأدلة ثلاثية الأبعاد وجود مكامن نفطية في المنطقة الجنوبية الغربية للبنان، خبر يساوي مليارات الدولارات. بيّن أن نحن فوق مكمن غازي كبير، تقديراته الأولية هي أنه 12 تسعاف، يعني 12 بليون، يعني 12 ألف مليار قدم مكعب. يعني بتبسيط هيدا هالكمية بتكفي لبنان على 99 سنة لمعامل الكهرباء تبعه، بس بمكمن واحد إذا كان الرقم أصاب. خبر اليوم بنفط وفلوس، ولكي لا يتحول غدا إلى بازار مجاني في سوق السياسة اللبنانية، دعا باسيل الحكومة اللبنانية إلى العمل لبلدها كما لو أنها تعيش أبدا. وقد كشف باسيل أن المسوحات السابقة التي أجريت في بحر لبنان الشمالي وأثبتت نتائج واعدة جدا، قد اشترت 26 شركة من كبريات الشركات العالمية من بلدان مختلفة بياناتها، ما حقق حتى الساعة دخلا ماديا على خزينة الدولة يقدر بعشرات ملايين الدولارات. ذهب أسود في مياه لبنان جنوباً، نقطة في البحر حددتها بولر ديوك، ومتى نقبت بولر ديوك صدقت، نقطة على السطر. من المياه الدولية، نانسي سبع، قناة الجديد. انعقاد القمة الروحية الإسلامية في بكركي، والمجتمعون يقررون تأليف لجنة لدراسة الإجراءات التي تصون الأديان السماوية تحت طائلة الملاحقة القانونية. هي قمة تعددت محاورها من مفرح فمسيء إلى مقلق. القمة الروحية المسيحية الإسلامية التي انعقدت في بكركي جمعت رؤساء الطوائف اللبنانية المسيحية والإسلامية برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ورؤساء طوائف لبنانية أخرى وممثلين عنهم. إذن ثلاثة بنود ناقشها الاجتماع، وهي زيارة البابا للبنان التي وصفت بالمريحة والإيجابية جداً، والفيلم المسيء إلى النبي الذي أدين مرة أخرى وبشدة، والبند الأخير وهو الوضع الاقتصادي الاجتماعي المقلق بحسب ما وصف البطريرك الراعي قبيل بدء الجلسة المغلقة. والحدث المسيء هو فيلم براءة المسلمين، هل هو إساءة كتير كبيرة للإسلام ولنبي الإسلام ورسوله، لبل إساءة لكل دين، وبالنسبة لنا إساءة كمان للمسيحية، لأن نحن أصبحنا منشكل مع بعضنا هوية مترابطة ومتكاملة بعضنا ببعض. بالنسبة لزيارة قداسة البابا نسمنها ونعرف قيمتها وشو برز من خلالها بالنسبة لنا كلبنان ولبنانيين بكل مكونات المجتمع، وهذا الشيء اللي نحن لازمنا كمان نعطي شعبنا بريء من الرجاء، بريء من الفرح ومن المسؤولية، ولازم نأخذ موقف، مش بس موقف، بدنا نفكر لازم يطلع قرار ما على المستوى الدولي لوضع حد للإساءات للدين. البيان النهائي لم يختلف كثيراً عما إشار إليه الراعي، ما عدا بضعة بنود انبثقت من القمة. تباحث المجتمعون في الأزمة الاقتصادية وطالبوا الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تنقذ من خطر الانهيار الكبير، وهم يرون أن المناخ السياسي والأمني هو الشرط الأول والأساسي للاستقرار والنمو الاقتصادي. المفتي محمد رشيد قباني أكد لدى مغادرته ضرورة التزام هذه البنود وتطبيقها. توصلنا إلى أخذ قرار في القمة بتشكيل طبعاً مع صاحب الغبطة مع الرؤساء كلهم وليس بمفرد أحد، تأليف لجنة حقوقية تعنى بالقانون الدولي لوضع أو لصياغة نص ملائم يفيد صيانة الأديان والرسالات السماوية وعدم الإساءة إليها ومعاقبة المسيء
وعندما يصدر مثل هذا القرار على أن يكون هذا القرار وهذه الصياغة توضع بين أيدي سفراء العالم. واختتمت القمة بوليمة غداء في بكركي على شرف جميع المشاركين. أكد الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي أن الأوضاع في سوريا متدهورة، واعتبر في جلسة مغلقة للأمم المتحدة أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق. الإبراهيمي نقل عن الرئيس بشار الأسد قوله أن 5000 مقاتل أجنبي يقاتلون مع المعارضة في سوريا، في وقت دعت المعارضة السورية في الداخل إلى استراحة محارب بين الأطراف المتنازعة قبل التوصل إلى حل سياسي. أشار الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى أنه لا خطة كاملة لديه في الوقت الراهن بشأن الأزمة في سوريا. كلام الإبراهيمي جاء بعد جلسة مغلقة للأمم المتحدة في نيويورك. الوضع في سوريا لا يختلف اثنان على أن الوضع في سوريا خطير جدا ويتفاقم يوما بعد يوم، وأنه هذا الوضع يشكل تهديد على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا على السلم في العالم. وبالتالي فهذا الوضع يعني من اختصاص مجلس الأمن، وشعرت اليوم على أن أعضاء مجلس الأمن مهتمين بهذه القضية، وأنا شاكر لهم تأييدهم واستعدادهم للتعاون معي في المستقبل. سأذهب بعد انتهاء الاتصالات التي أجريها هنا في نيويورك بمناسبة انعقاد دورة الجمعية العامة، سأعود إلى المنطقة، وأعتقد أنه في القريب أن قريبا سأعود مرة أخرى إلى مجلس الأمن لتقديم بعض الأفكار على ما يجب أن يعمل من أجل التعامل مع هذه القضية. في بيانهم الختامي دعا المشاركون في المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا الذي عقدته معارضة الداخل في دمشق الأطراف كافة إلى وقف العنف والعثور على حل سياسي. ودعت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المشاركة في المؤتمر إلى ما سمتها استراحة محاربين وإلى إسقاط النظام من خلال عملية سياسية لاحقة تجري في الوقت المناسب بحسب تعبيرها. وبينما أيدت روسيا وإيران المؤتمر، انتقدته المعارضة السورية في الخارج ورفضه الجيش السوري الحر، وخلى البيان من أي دعوة صريحة للرئيس بشار الأسد إلى التنحي. يدعو المؤتمر إلى وقف العنف فوراً من قوى النظام، والتزام المعارضة المسلحة بذلك فوراً تحت رقابة عربية ودولية مناسبة. 3. يطالب المؤتمر الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي والعربي المبادرة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي. على صعيد آخر، عقد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي مؤتمرا صحفيا تناول فيه مجريات الأحداث في البلاد. والمسألة مسألة وقت، مش وقت طويل. نحن ذاهبون بحتمية مثل ما في رب العالمين فوق ونحن شايفين بعضنا هون وقاعدين مع بعض، بحتمية إلى الانتصار، وهو قريب جدا. إنما النصر صبر ساعة، وكل رهان سياسي أو عسكري أو أمني على غير ذلك فصاحبه إما غبي وإما أحمق وإما متآمر. ميدانيا، قتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة الاثنين في غارة جوية شنها الجيش السوري على حي المعادي في مدينة حلب، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتعرضت كذلك أحياء عدة في المدينة للقصف صباحا. وفي المقلب الآخر، أكدت السلطات الرسمية أن القوات النظامية قضت على عدد من المجموعات الإرهابية في عدد من أحياء حلب، لا سيما في حيي هنان وبستان القصر. ونقل التلفزيون الرسمي صورا لتوغل الجيش النظامي في عدد
عددا من أحياء حلب وريفها. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية أن اشتباكات عنيفة ما زالت مستمرة بين قوات النظام ومقاتلين من الجيش الحر في منطقة بساتين برزة بدمشق وحرستة. شمل القصف أيضا بلدات في محافظات حمص ودير الزور وحماة ودرعا، حيث قتل 6 جنود نظاميين في هجوم بعبوة ناسفة استهدف شاحنتهم في قرية داعل. إلى ذلك، تمكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى آلاف الأشخاص في مدينة حمص هذا الشهر، حيث قدم المساعدات الغذائية إلى النازحين عن ديارهم. وأكد برنامج الأغذية أنه قدم المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري وجمعية البر الخيرية لما يصل إلى 223 ألف شخص يعيشون حاليا في أماكن إيواء عامة ومساجد ومدارس، مؤكدا وجود نقص في الغاز وارتفاع سعر القمح. أهلا بكم من جديد. العرب يقاطعون محرك البحث الأول عالميا، والقاضي نديم زوين يقضي بمنع الفيلم المسيء على الإنترنت في لبنان، وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم السوقي. بردة فعل على الفيلم المسيء للرسول، صدرت بعدد من الدول العربية دعوات لمقاطعة يوتيوب لرفض إزالة عرض الفيلم، كما صدرت دعوات لمقاطعة جوجل الشركة المالكة ليوتيوب اليوم وبكرة. هذه الدعوات الهدف منها الضغط على جوجل ويوتيوب، علما أنه بعض الدول راحت أبعد من هيك ومنعت الدخول لمواقع يوتيوب ببلادها مثل ما عملت السودان. بوجه هذه الدعوات صدرت دعوات مضادة، أبرزها من وزير الاتصالات الأردني السابق مروان جمعة ووزير الاتصالات السوري عماد صابوني وأكتار غيرهم، على أساس أنه هذا الشيء بضر بحق أساسي وهو حق الحصول على المعلومة، مع رفض للفيلم المسيء. بلبنان القاضي نديم زوين أصدر قرار بمنع بث الفيلم ونشره، وطلب إبلاغ وزارة الاتصالات وشركات توزيع الإنترنت بلبنان إجراء اللازم لوقف بث ونشر الفيلم. بسياق متصل، قامت إيران اليوم بحظر البريد الإلكتروني لجوجل وهو جيميل. طبعا إيران عم تسعى لمنع كل شبكة الإنترنت عندها من خلال إنشاء شبكة إنترنت خاصة فيها. دعوات المقاطعة كانت عم بتتم على فيسبوك وأيضا على تويتر عبر هاشتاج جوجل نو نيد جوجل. بالختام بحب ذكر أنه صار بإمكان حاملي أجهزة آيفون تنزيل أبليكيشن تلفزيون الجديد على هواتفهم لمتابعة آخر الأخبار من الجديد ومشاهدة البرامج والمسلسلات وأيضا البث المباشر للقناة والحصول على خدمات الخبر العاجل. لهون منوصل لختام فقرتنا لليوم. مجموعة شمل تتظاهر أمام مجلس النواب للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية، والاشتباك مع القوى الأمنية يتكرر. تحت عنوان حرروا القانون اللبناني للأحوال الشخصية من جواريركم الطائفية، نظمت مجموعة من الشباب اعتصاما رمزيا أمام مجلس النواب بمشاركة عروسين هما حسين ودانا وعدد من الأصدقاء، وذلك للمطالبة بإقرار القانون الموجود على جدول أعمال اللجان المشتركة منذ العام 2012. وكما المرة السابقة، وبسبب أن المتظاهرين لم يستحصلوا على ترخيص ودخلوا بشكل فردي إلى محيط مجلس النواب وتجمعوا هناك، واجهتهم القوى الأمنية وأبعدتهم عن محيط المجلس واشتبكت معهم ليتدخل النائب غسان مخيبر ويحل الموضوع. وكنا معتصمين سلميا، ما كان عددنا كبير، كنا 7 أشخاص عم نمثل دور عروس وعريس وعم طالب بهذا الحق، وفجأة تتعرضنا القوى الأمنية ومتعرض لضرب، تسحبنا من ساحة الشهداء لمخفر الدرق، وأنا بتعرض للضرب، يعني حدا من العساكر لبطني على صدري، حدا على أو على خصرتي، وبنشحط طول الطريق لنوصل على المخفر. وحتى جوات المطرح ما اعتقلونا، ما بعرف هو مخفر أو لا، هو هونغار ما بعرف شو هو، حتى جوا تعرضنا لإهانات ولبهدلات، والشباب كانوا عم يسحسحوا لهم، حتى لدرجة أنه في حدا من الشبيبة حاولوا أنه يتحشروا فيه بالبرودة. حتى صحافي من السفير كمان ضربوه، وكان شكل يعني غريب من العنف. نحن طبعا مستنكر هالشيء ومنأكد انه نحن كشمل اللي عملنا هالتحرك اليوم كحملة احوال شخصية حنضلنا بهالنشاط وحنرجع نعيد نفس الاشياء. إشارة إلى أن المتظاهرين كانوا قد حصلوا على تدريبات عن كيفية القيام بتحركات لا عنفية على يد خبراء محترفين من لبنان والخارج.
أعلن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، أعلن أن الحزب التقدمي الاشتراكي وكما وقف إلى جانب القوى والهيئات النقابية والعمالية في نضالها المحق لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وبذل كل الجهد للتوصل إلى صدورها، فإنه سوف يواصل سعيه بالحماسة والحرص أنفسهما لتأمين الموارد المالية المطلوبة لتغطية نفقات السلسلة كي لا تتحول إلى سلسلة وهمية تدفع البلاد نحو مزيد من العجز المالي وتهدر الحقوق المشروعة وتضيعها على الطبقات العاملة. وإذ أعلن أن الحزب سيحدد في وقت لاحق موقفه المتكامل في هذه المسألة المهمة والحساسة، استغرب جملاط ما يثار من رفع لرواتب الرؤساء والمسؤولين، وهو مطلب معيب لا يمكن القبول به لا سيما في ضوء الواقع المالي المزري والصعب الذي تمر به الخزينة. ولم يطالب جملاط بعدم إقرار الزيادة على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولين وحسب، إنما بخفضها إلى النصف لإعطاء المواطنين المثال الصالح. 5 سوريين معتقلين لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى لبنان، والأهالي يطالبون بعدم تسليمهم للأمن العام. تقرير من كفرشوبة للزميلة رشا الكرم. في زمن الدخول إلى لبنان خلسة نتيجة للأوضاع المتأزمة في سوريا ومن منطقة وادي خالد الشمالية إلى بلدة عرسال البقاعية، دخلت بلدة كفرشوبة الجنوبية على خط هذه الأزمة بعد دخول 5 أشخاص سوريين لا ينتمون إلى الجيش السوري الحر بل هم رعاة غنم على حد قول الأهالي الذين تجمهروا أمام مخفر راشي الفخار مطالبين بالإفراج عنهم، رافضين تسليمهم إلى الأمن العام الذي سيعمل على ترحيلهم إلى بلادهم كما ينص القانون. 5 أشخاص التجأوا لنا ليحتموا فينا، التجأ الشعب اللبناني كله لحرب تموز لجميع لسوريا وحضنوه، ما بصير نحن نكرمش الضيف اللي جاي لعنا، أصلا ما نتهمة الانتماء إلى الجيش الحر هيدي مفخرة لإلنا وللجيش الحر. إلى جرود بلدة كفرشوبة من حيث دخل السوريين 5 توجهنا لمعاينة الأوضاع والاستفسار عن حيثيات المسألة. أنا استلمتهم أول شيء جماعة هني هودي تعرضوا للقصف وللتدمير وللشحار وللتعطير، هربوا من الموت، هربوا من الموت على الجبل، أهلهم بقيوا بالبيوت كونهم هن عم يرعوا الترشيات، أهلهم بقيوا بالبيوت، لا عودوا أهلهم تمكنوا يوصلوا لهم خبز وأكل ولا هني قدروا يعودوا ينزلوا على البلد نتيجة الحصار اللي عم بتعانيه بلدهم. نطالب الحكومة اللبنانية بأسرع وقت إنها تسلمنا إياه حتى نكون نحن وفينا الدين لأهله. من وراء هالجبل في جبل ثاني بعده على مطل شبعة، اجوا عبر الجبال اللي اجوا فيها هن ومعزيهن ونزلوا علينا عبر هالجبل هذا اللي شايفه وعم بتصوروا حضرتك. اي نهار هاي؟ نهار الجمعة. الجمعة. إذن بين منطق العشائر ومنطق حسن الضيافة وبين منطق الدولة والقانون تغلي بلدة كفرشوبة الجنوبية وتنتظر خاتمة لهذه القضية على أن ترجح لصالح حسن الضيافة ورد الجميل للسوريين، وإلا من بلدة كفرشوبة الجنوبية رشا الكرم قناة الجديد. وزير الصحة علي حسن خليل والمدير العام لجمعية الشبان المسيحية جوزيف عواد يطلقان في مؤتمر صحفي برنامج الأدوية لذوي الأمراض المزمنة. تأكيد استمرار برنامج تأمين الأدوية المزمنة للمرضى، وهذا التزام من قبل وزارة الصحة مع جمعية الشبان من أجل أن نتابع ما تم إطلاقه في المرحلة الماضية وتطويره بأفضل الصياغ ليصل إلى أوسع قاعدة من المواطنين المستفيدين خاصة في المناطق البعيدة والأرياف. اليوم هذا الذي يقدم هو حق للمواطن، وبالتالي دعوة للجميع إلى المبادرة للاستفادة من هذا البرنامج. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. في
في القصر الجمهوري في بغداد تسلم رئيس الجمهورية ميشيل سليمان رسالة خطية من رئيس السنغال ماكي سال، نقلها إليه وزير البيئة السنغالي حيدر العلي في حضور وزير البيئة ناظم الخوري. وتم في خلال الاجتماع عرض للعلاقات الثنائية وعدد من مشاريع التعاون على المستوى السياسي والبرلماني والبيئي. وتسلم سليمان رسالة من الرئيس الفنلندي، نقلها إليه سفير فنلندا لدى لبنان لطلب دعم لبنان لترشيح بلاده للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لعامين 2013-2014. ومن زوار بعبدة الوزير مروان خير الدين والنائب السابق مروان أبو فاضل ورئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض. واطلع سليمان من مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة على المعطيات المتوفرة عن بعض الملفات الأمنية المطروحة قيد المتابعة في مديرية أمن الدولة. افتتح وزير العدل شكيب قرطباوي المؤتمر الإقليمي الأول حول جرائم الاحتيال المالي في بيت المحامي، حيث لفت في كلمته إلى أن رفع مدة الحبس في قانون العقوبات لا تؤثر على محاربة الجريمة، وأن الحل يكون بإقامة إدارة مدنية متخصصة لجعل السجون ممراً لإعادة التأهيل. تكريما لأطفال شهداء الجيش أقيم في نادي الرتباء المركزي في الفياضية حفل غداء جمع عددا من الأطفال بنخبة من ضباط المؤسسة العسكرية. ومثل قائد الجيش العميد جورج فارس حفل الغداء نظمته السفيرة سلوى غدار يونس، وخلاله وزعت على الأطفال الأيتام حقائب مدرسية لمناسبة بدء العام الدراسي. وقد ثمن قائد الجيش العماد جون قهوجي هذه المبادرة التي تركت الفرح في قلوب الأطفال. وبالنيابة عن قهوجي ألقى العميد فارس كلمة شكر فيها هذه المشاعر الإنسانية المتضامنة مع المؤسسة العسكرية. أنا فرحان فيكم كلكم وبشكركم لحضوركم، خليتوني أربح نهار حلو من حياتي بسجل إن شاء الله مثل ما أهلكم طلعوا ورفعوا رأس لبنان وعلوا اسم لبنان وعطوا الشهادة الحقيقية لبلدنا وحافظوا على بلدنا، إن شاء الله أنتم تطلعوا كمان خليفتهم بكل أعمالهم، وبندعي لأمهاتكم يكونوا هن يمثلوا دور البلد اللي هو جاها وعطى اسم كبير لوطننا. افتتحت الجامعة الإسلامية في لبنان كلية الهندسة المعرض العربي الثامن لطلبة تكنولوجيا المعلومات في قاعة المؤتمرات في الجامعة برعاية جمعية كليات الحاسبات والمعلومات المنبثقة من اتحاد الجامعات العربية، وفي حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال ممثلا وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب. تخلل الافتتاح تقديم درع جمعية كليات الحاسبات والمعلومات في اتحاد الجامعات العربية إلى رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي، وشهادة تقدير لمقرر لجنة المعرض الدكتور محمد عياش. كرمت منسقية الجومي عكار في تيار المستقبل الطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية في المدارس الرسمية والخاصة، وكانت كلمات عدة للمناسبة. أدى انفجار لغم في منطقة المدفون على الطريق الدولية المؤدية إلى طرابلس إلى مقتل شخصين كانا يقومان بأعمال الحفريات في المنطقة. ورجحت مصادر أمنية أن يكون اللغم من مخلفات الحرب الأهلية اللبنانية. تنظم قناة الجديد المؤتمر الوطني المخصص لوضع آليات من شأنها مشاركة الجمهور وضبطه في الملاعب بعنوان ضجيج الجماهير فرح الملاعب. وفد قناة الجديد برئاسة المدير الإداري إبراهيم الحلبي سلم الدعوة لراعي المؤتمر وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي الذي أكد حضوره واهتمامه بقضية الجمهور التي أخذها على عاتقه منذ توليه مهماته. الوفد زار أيضا رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر وسلمه الدعوة إلى ترأس الجلسة الرسمية، وبحث معه في الخطوات الواجب اتباعها من أجل عودة الروح إلى المدرجات. وفود من الجديد زارت رؤساء أندية الدرجة الأولى وسلمتهم الدعوة للمشاركة في المؤتمر الذي يقام في 9 من تشرين الأول المقبل في فندق فينيسيا، وستكون جلسته الافتتاحية منقولة على الهواء مباشرة. ردا على ما ورد في تقرير عن حسن كركي الملقب بعنتر، نفى المكتب المركزي لحركة أمل أن يكون حسن كركي قد انتسب يوما إلى الحركة. أهلا بكم من جديد. الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يدين بشدة العقوبات المفروضة على بلاده، ويقول إن بلاده لا تأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد، وحكم بالسجن على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.
أدان الرئيس الإيراني محمود أحمدينيجاد القوى الغربية في مجلس الأمن الدولي، وقال إنها تنتهك حقوق وحريات أمم أخرى، وذلك بفرضها عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وحمل أحمدينيجاد بشدة خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على العقوبات المفروضة على بلاده، مستهدفا بشكل خاص الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وفي حديث مع الصحفيين قال الرئيس الإيراني إن إسرائيل ليس له جذور في تاريخ الشرق الأوسط، إذ أنها نشأت منذ نحو 70 عاماً، في حين أن بلاده ضاربة في التاريخ منذ آلاف السنين. أساساً لا نأخذ التهديدات التي يطلقها الصهاينة مأخذ الجد، ولدينا كل السبل للدفاع عن أنفسنا. إسرائيل ليس لها جذور في التاريخ، إنها حتى لا تدخل في المعادلة بالنسبة لإيران. المسألة النووية ليست بتلك الأهمية، ما هو مهم هو الموقف الذي تتخذه أمريكا تجاه إيران. نحن مستعدون للحوار الهادف للتوصل إلى حل جذري لكل المشكلات العالقة على أساس من العدل والاحترام المتبادل. قبيل انعقاد الاجتماع السنوي 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس الإيراني محمود أحمدينيجاد، وحذره من العواقب الخطيرة التي يمكن أن تخلفها الخطب الحادة والتهديدات في منطقة الشرق الأوسط. كما حث بان طهران على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء الثقة بملفها النووي. وفي خلال اللقاء قدم الرئيس الإيراني إلى الأمين العام هدية هي سجادة محبوكة عليها خريطة إيران كعربون محبة وسلام من الشعب الإيراني. أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن سنة مع وقف التنفيذ على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة وبدفع غرامة تزيد على 19,000 دولار. وعلق أولمرت على الحكم بالقول: أخرج من قاعة المحكمة اليوم مرفوع الرأس، وقال إنه لا ينمي ممارسة السياسة مرة أخرى. ويواجه أولمرت قضية رشوة تلقاها في مشروع إسكان مثير للجدل أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 93 و2003. وعلق إلي إبربانال نائب المدعي العام بعد صدور الحكم قائلا: الأمر لم ينتهي. عوائل معتقلين سياسيين وآخرين مسجونين بلا تهم يعتصمون في القصيم في السعودية مطالبين بإطلاق سراحهم. أغلقت قوات الأمن الطرق المحيطة بسجن في منطقة صحراوية بوسط المملكة العربية السعودية، حيث تظاهر أقرباء سجناء للمطالبة بالإفراج عنهم في احتجاجات نادرة في المملكة. وقال المحتجون في مكالمة هاتفية أن أكثر من 100 شخص، منهم 13 طفلا، تجمعوا منذ مساء الأحد في الصحراء المحيطة بالسجن الواقع بمنطقة القصيم، لكن الشرطة أبلغتهم أنهم سيعتقلون في حال محاولة مغادرة المكان. وقالت ريما جريش من المحتجين: لن نتحرك إلى أن يسمعوا مطالبنا، وهي الإفراج عن أقاربنا المعتقلين. وأضافت إن زوجها محتجز منذ 8 سنوات من دون اتهام، وبعض المسجونين معتقلون باتهامات متعلقة بالأمن أو بنشاط سياسي، لكن آخرين لم توجه إليهم اتهامات. وقال محتج طلب عدم نشر اسمه خشية اعتقاله لرويترز في مكالمة هاتفية: جوعانين وعطشانين وندور على الظل تحت السيارات. وصلت 4 حافلات اليوم تقل قوات أمن معها دروع وهراوات. أخبار منوعة من العالم في صفحة متفرقات سريعة. خضعت سيارات الأجرة في الفلبين لعمليات تجميل، فعلى مدى شهر أعاد 150 فنانا تلوينها وقد تنافسوا على التصميم الأجمل، فيما بقي الهدف الأساس إعادة الحياة إلى تلك السيارات الرباعية الدفع الموروثة عن الحرب العالمية الثانية والتي أنهكها تردي البنى التحتية والتلوث في الفلبين. وها هي الآن مستعدة لجولات جديدة في مقابل أجر متدنٍ يبلغ 20 سنتا لكل 4 كيلومترات. أعيد افتتاح متحف الحياة البحرية في سيدني أستراليا بعد عملية تأهيل استغرقت 9 أشهر وكلفت نحو 10 ملايين دولار أمريكي. الحوض الجديد يحوي 8 ملايين لتر من المياه، ويسبح فيه 13,000 كائن بحري تتوزع على 700 فصيلة، إلا أن أحدث ما في الحوض تلك المساحة الخاصة بأسماك القرش، حيث يختال 50 منها خلف الزجاج.
أما في هولندا فقد أعلن عن إقفال متحف فان جوغ أمام زائريه 7 أشهر لإعادة التأهيل، ما اقتضى نقل 70 من أعمال الرسام الهولندي من بينها لوحة دوار الشمس وغرفة النوم إلى متحف آخر ريثما ينتهي الترميم. ومن الرسم إلى الموسيقى، فقد احتفل التنور الإيطالي أندريا بوتشيلي بعيده 54 بطريقة خاصة جداً، إذ فاجأه رهبان دير القديس فرانسيس في أسيزي الإيطالية بقالب حلوى وشموع خلال وجوده في الدير لإحياء حفل خيري، وتمنوا له أن يستمر في رسالته، هو الذي يجوب مسارح العالم من دون أن يبصر منذ 34 عاماً. وختام النشرة مع لقطة اليوم. روح كان إجا معنا جابنا بالبس عجد سربي كمان بقلب الضاع بقل كتير موت يا سلام. كيف بداويك وأنا بدي ميني داويني. طيب هادي اللي عم تربي الكلب شو بدها بالزودة يا خليه يسألوها يا ريتك تسألها ده بيكلف قد ايه اليوم الكلب اغلى من الزود الكلب ورا يلي فين كفيري رايحين عم نطلب هلا غلا معيشه جدي بدك تاخذي منها مصاري ايه شو بدها غلا معيشه بدك من شوي انا بدي يا عم خود هلا الله اكبر هلا 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 سيبيها بالنص كسر الزين تعال نروح بي بينا عليك شفت كسرت تحط كل الفرات يا عم ما كفرات دور على فرات هات كم في فرات هات قلوب منك راحوا بيضل في فرات هون جيبي لي 10 هلا بدقوا من هون بدقوا ايه جايكم 4 ملايين وزعوا ايه والله وزعوا اصلا مش يا بالناس مسحوبه لازم ترجع عشيان الناس هي يا دي هي يا دي هي يا دي كان في النشرة استشهاد الرائد جمعة في معركة القبض على عنتر كركي الميز يحرر نفسه طلعوك عم تعمل يسمعوا اهل السلام انا للدرك رحله البحث عن نفط لبنان لبنان بدا فعليا بعمليه التنقيب عن النفط قمه روحيه ثلاثيه البنود لازم يطلع قرار ما على المستوى الدولي لوضع حد للاساءات للدين الإبراهيمي عن الأسد 5000 مقاتل أجنبي يقاتلون مع المعارضة واعتصام في السعودية لإطلاق معتقلين سياسيين كان هذا كل شيء حتى الساعة المزيد من الأخبار ترقبوها في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30 فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بأمان الله. Thank you.